إلى بوادر واضحة للحل، الأزمة بين لبنان والسعودية تتعمق والأسئلة تتزايد بشأن مآلاتها. ميقاتي يجري محادثات حثيثة مع أطراف دولية على هامش قمة غلاسكو. أنا بعرف أن الولايات المتحدة طلبت لأن أنا تكلمت معهم. وزير خارجيته يدعو لحوار مع السعودية ينهي كل القضايا العالقة، رداً على تأكيد الرياض أنها لا ترى ضرورة للتعامل مع الحكومة اللبنانية. في السودان وساطات تحاول محاصرة خلاف يتفاقم. المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير ينهي اجتماعه بقرار بعدم التفاوض مع البرهان إلا إذا تراجع عن قراراته. والنقابات العمالية على خط الدعوات للتظاهر وترفع شعار العصيان. Russia and Saudi Arabia and other major producers are not going to pump more oil. واشنطن تعيد إلى الواجهة القلق بشأن أسعار النفط في العالم. بايدن يصف سياسات روسيا والسعودية بعدم رفع الإنتاج بغير الصائبة. الرياض تشدد على الحفاظ على أمن الطاقة في العالم، والصين في خطوة نادرة تفرج عن احتياطات بهدف دعم استقرار الأسعار. أهلا بكم في التاسعة، نستعرض أحداثا تشكلت على امتداد اليوم ونعيد قراءة الصورة كاملة. من الخرطوم مراسلنا بابا ولد حرمة رصد من الشارع دعوات النقابات لمزيد من الاحتجاجات، ومن غلاسكو محمد المدهون يستطلع كواليس التباينات الدولية بشأن التغير المناخي. وفي الأزمة بين لبنان والسعودية تابعوا أيضا لقاءنا المباشر مع وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين الذي يحدثنا عن خيارات الحكومة في مواجهة إحدى أقصى الأزمات بين لبنان ودول خليجية. في لبنان غموض يلد آخر، غموض بشأن مآلات الأزمة مع السعودية، وغموض آخر بشأن الخطوة المرتقبة من الحكومة وبشأن التداعيات على وضع لبناني داخلي هش. وبعد أن انتقلت خطوات سحب الدبلوماسيين إلى البحرين والكويت فالإمارات، أخذت الأزمة نطاقا أوسع والغموض مدى أكبر. امتناع سعودي عن التعامل مع الحكومة اللبنانية يقابله حديث لبناني عن الرغبة في حل كل القضايا، ويتجدد السؤال: ما هي الأوراق الكفيلة بحل الأزمة أو منع استفحالها؟ هل هي في بيروت أم في الرياض أم في مكان ودور آخرين؟ إذن لنعود إلى تركيب الصورة كاملة بشأن هذه الأزمة، بدءا من تصريحات الوزير جورج قرداحي وصولا إلى حالة انسداد سياسي لا توحي بقرب التوصل إلى حل، فيما تتجه الأنظار إلى مساع وتحركات عربية تحاول محاصرة الأزمة وتداعياتها. مازن إبراهيم. أنا في نظري أنه هذه الحرب اليمنية